dışımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben, en yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış, biri yokmuş diyemem. Her masanın sonu varmış, bilemem. Ben yuvama dönebilsem yeniden, belki güneş doğacaktır yeniden. لساته البطل ما شبع؟ كول يا روحي. اوخ الهوا النظيف فتح له شهيته على الاكل، ما هيك؟ والله عملت عين العقل. جمعتنا سوا والكل مبسوط. شكرا رضا. مو انا السبب، يعني هاي الفكره شغل الدكتور، مو هيك؟ مزبوط، بس انت جهزت كل شيء. مو عيد ميلاد دفنا؟ قصدي عيد ميلاد دفنا وكرم، قلت منجتمع. ايه شكراً كتير دكتور، والله فكرة حلوة. ليش هيك عم تاكل؟ الفلافلة بالسكين؟ لا وكمان الكبة النية عم تقسمها وتاخدها بالشوكة؟ شو الظاهر نسيت انك عنتابي؟ هيك كون ها؟ لا والله مو نسيان، بس مو دفنة هون، قلت بصير أكابر شوي. انت اللي خططت مو هيك؟ ايه بس أنا ما عملت شي. المهم إنه كل اللي بحبهم جنبي هلا، ما بدي أكتر من هيك. رضا مو معقول طعمة هالكبة قديش بتاخد العقل. من زمان ما دقت كبة مشوية طيبة، أنت ساويتها ما هيك؟ أنا وكرم عملناها. لكن علمته كمان؟ ومعلمنا سعيد علي، هو اللي ساعدنا بالشوي. الله يسلم هالإيدين. يسلموا إيديك. صحتين وعافية. خلص لكن كل فترة بنعملها. مساء الخيرات. مساء النور، اهلا وسهلا. كيفكن؟ شو الاخبار؟ اوخ اوخ، لك شو هالسفره اللي بتشهي. ذبحت خروف مرتب، بعدين وزعناه على الفقراء، وفيت النذر. خير ما عملت، عمر بيستاهل اكثر من هيك كمان. ان شاء الله الله يتقبل مني. كنتي وينو عمر؟ قال لي جاية بس هلأ بتصل فيه. ايه اتصلي، افتحي سبيكر لأحكي إيه؟ وعزمه. ايه معلم سعيد علي، بدك نشوي كمان؟ مرحبا شطور. نحن عم نستناكن لناكل سوا. عمك معك؟ جيب عمك وتعا، عاملين عزيمة كبيرة. عم نستناكن، تعوا لتحلوا قعدتنا. نحن بالمزرعة. اي طيب، بيجي رضا معكن لكان؟ ودفنا كمان هون. مو قلت لك انه اليوم عيد ميلاد امي، واجت الخالة ملك. كلنا مجتمعين، يعني هالمرة سامحوني، ما فيني اتركها. طيب ابني، لكن يلا بخاطرك. الله معك، بشوفك. ما
يحف عليهم. خليل دخل أولاد الغريب على نفس المكان يلي كان رح يدخل أمهن عليه وهي عروس. العمر كله يا روحي، إن شاء الله تعجبك الهدية. يا قلبي ما كان في داعي، شكراً والله بتجنني. عقبال المية بالسعادة والهنا، أنت بتستاهلي أكثر من هيك. إيه مو أنت بتحبي هذا الشكل؟ ها؟ هي للحظ. إن شاء الله بتجيب لك كل الحظ يا روحي. إيه شكراً ماما. الله يحميكي. يا ربي كأني نسيت جيب هدية لأخوكي، لأنه هاي العلبة كمان لإلك. بنسى كل شيء وما بنسى هديتك، افتحها لشوف. حلوة كتير. حبيتها؟ والله حبيتها. العمر كله يا روحي أنت، إن شاء الله تكون هالسنة حلوة عليك وتحقق فيها كل أحلامك. إيه بس مو لأنه صار عمركم 18 سنة تفكروا حالكم كبرتوا وتهربوا مني، فهمان أنت وياها؟ ليش لحتى نروح؟ رح نبقى جنبك. بدي أخبركم شغلي، يعني بما أنه أنا صرت كبير وراشد أخذت هالقرار، اليوم حبروزه وعلقوا على الحيط. حقك. الشخص يلي بده شي بيوصل، مزبوط؟ وأنا هيك بجوز يكون شقفة ورقة، بس هذا نجاح كبير بالنسبة إلي وبفتخر بحالي. هات ورجينيا، عن جد أنا فخورة فيك كرم، يعني وقعت أول توقيع لإلك. كأنك مو موقع عليه كرم؟ ما وقعت العقد. ليش؟ أخذته مشان يضل عندي ذكرى، وقلت لهم أني رح أبطل لعب وأنه رايحين على أضنة. بس يا روحي ليش قلت لهم بطلت؟ جدك كسر نفسه وحكى مشانك وهذا حلمك، ليش عم تتخلى عنه هلأ؟ لأنه حلمي مو أهم من راحة بالنا يا ماما. وما تنسي أنه قررنا أنه نروح من هون، ما بيصير نتراجع. كرم بعرف بشو عم تفكر يا روحي، فهماني عليك كتير منيح. بس نحن يا قلبي لما قررنا ننتقل ما كان صحح لك هذا العقد، هلأ صار فينا نضل هون ونكافح مع بعضنا لأنه واحد منكم عم يحقق حلمه، ما هيك؟ كرم كل شي بيبعته الله بيكون فيه الخير إلنا. إيه والله، نحن بطلنا ناخد المحل اللي بقضنا على أساس أنك رح توقع العقد مع النادي. يا الله بالله جد. إيه؟ إيه بس إذا كانت ماما بقضنا مو أحسن؟ لا كرم مو مزبوط، الأحسن لأمك تكونوا مبسوطين أنتو. إيه ابني. إيه؟ أنت بتكون مبسوط بلعب الطابة، كمان دفنة إذا غنت وتعلمت موسيقى رح تكون مبسوطة، أما البطل الصغير إذا بقي جنب جده وأبوه رح يكون مبسوط كتير. ماما أنتي بس قولي اللي بدك إياه ونحن رح ننفذه. معناتها أنا بدي ضل هون وما بقى بدي روح. لك إيه بس إذا مشاني. هلأ أنت مو همك سعادتي وراحتي؟ إيه طبعا بيهموني، يعني بدي تكوني مبسوطة.
خذ لشوف كرم. يلا وقع وخلينا بكره ناخذه للمدرب. عمر اعطيه القلم اللي عندك. اوف شو هذا يا؟ يا ريت ما كبرت هاي السنة. اوف والله ماني عارفان اذا ال 18 حرية ولا مسؤولية. اوف يلا ورجينا شلون رح توقع يا بطل. تدربت على توقيع حلو ولا لا؟ ايه ورجينا لك. الحرية إنك تكون قد القرار اللي أخدته يا بطل. يلا بسرعة امضي هالعقد وألف مبروك. برافو مبروك مبروك. هي أحلى هدية قدمتها لحالك بعيد ميلادك يا تقبرني. روح وحقق حلمك حبيبتي. سيد أمواج مكشوبك يا زلمة رعبتني مت من الخوف. كنا كيفه منيح؟ فوق القبر لا عم يحكي ولا عم يتحرك من مكانه. ماني عارفان شو بدي أعمل. أنا بحلها. كنا شبك وهم نشرب لنا شي شغلة بمعيتك. طيب نبقى هون احكي لك شي كلمة. لك احكي لشوف. اللي انت عملت هيك انت اللي نصبت له فخ اللي زم دفنا. المهم لا تضل ساكت واعد لك قوم اضربني بس سمعني صوتك بقى. ما حدا كان بده يوصل الموضوع لهون عم تفهم؟ لك جاي لهون تضحك علي. انا خسرت ابني عم تفهم؟ ليكو ليكو مدفون عم تخسر تحت التراب. شو عملت لكم؟ شو عملت لحتى تحرقوا لي قلبي؟ بتتذكر وقت يلي قلت لي دخيلك ولادي يا كنان اللي الوحيدين يلي بيربطوني بهالحياة وخدوهم مني. لكن كفي ان اولادك عايشين بس انا ما عندي حدا يربطني بهي الحياة بيوم. صفيت لحالي واخطيت برقبتك. أنا زعلت عليه كثير صدقني. لك والله حبيته لعدنان مثل ابني بس ما طلع بإيدي شيء. أنا شو خصني؟ لك عم أقول لك عدنان راح خلص. بابا بابا يرجع. ولك ما فلحنا مرق العمر ما سوينا شيء. ولا انبسطت انت وبنتك بعد ما اخذتوا ابني مني؟ لك اطلع كيف دايم تحت تراب جاي تقول لي خلصت وما صار شيء. لك ما بتستحي على حالك. لا خلص اسكت بقى اسمع شو بدي اقول. شوف
مثل ودفنا ما كانت لعدنان. بوعدك ما حتقول لغيره كمان. بنتي مو لعمر مستحيل اخذها. ولك انا ما رح اخليه حتى يحلم فيها. ايه انت اسمعني. تعرف اني كنت راسم طريق لابني. دفعت عمري كله لأعمل عيلة. هلا رجعت على الشوارع والبرد. رجعت على المكان اللي بلشنا منه. انت اللي عملتها انا متأكد. هاي تعاقبنا على الفاضي. خلصنا بقى. انت عطول بتحط الحق علي. مو انا سرقت الحليب. ايه مشان الله طالعه من خزانة. انت لهالدرجة غبي ما بتعرف اني ما بشرب حليب بنوب؟ لا والله انت الغبي. ايه حطيته بخزانتك ما توقعت يدوروا عليه عندك. يا اهبل دور عندي لاني رفيقك. فهمت؟ ليك كنان ما توقعت يفتحوا خزانتك. لك لو كنت عاطيني خبر كنا خبيناه على السطح. هي تعاقبنا. عطلة الأسبوع راحت ما رح نطلع. لو طلعت كنت اشتغلت وجبت مصاري وشبعتك حليب. ايه ما تزعل بس أنا وياك نكون منقدر نعمل أي شيء. العطلة جاية منشتغل ومنعوضها. ايه لما نكون أنا وياك مع بعض منقدر نعمل كل شيء بدنا إياه. العطلة الجاية رح نشتغل على التالين ونجيب مصاري. انت ضيعت اولادك وانا ضيعت مرتي. ما اكتفيت دفنت ابني بايدي وهو لسه بيعز شبابه. اليوم رايح ما بقى نرحم اي حدا ابدا. خربت حياتنا بسبب ولا هيك بدي بكيهن دم. رح صيدهن واحد ورا واحد. وانا موافق شو ما صار يصير. وما رح اتركك ابدا. انا معك. فهمت علي؟ رح نوم حتى لو انكسرنا مع هيك. اكيد ولا رح نقوم مع بعض مثل ما قمنا هلأ. من اليوم ورايح ما في شي بيكسرنا طول ما نحن سوا. صفعة جديدة وما في غيرها. Gizli bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yarimi. Aman senamına güveniyorum. Gel otur yanıma. Ya selam. Allarım seni. Derdimden anlamaz. Ben o yarine. Gizli bağlar.
sana bana ölüm. Hey Allah can korkmaz sana bana ölüm. Ölüm varsa bu dünyada zulüm var. Atma أنا ما قلت لك إذا سألت مني ورحت لآخر الدنيا رح ترجعي لعندي لو بعد 100 سنة. أخيرا شفتي هالغراض، كل شي بالصندوق بخصك. جيت لأخذ الدواء تبعي وسناولت كاسة من هون، يعني بجوز كون شفت شي خاص بس كل شي بيصير مقدر.
وبيكون في خير إلنا وبيصير بالوقت المناسب، لا بيصير قبل بثانية ولا بيصير بعد ثانية. رضا ممكن؟ ما شفت شيء. وما رح أقول لخليل. Seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bana aşkı veren sendin, sonra alıp giden sendin. Yollarımız ayrı derdin, bu kalp seni unutur mu? Oysa düşlerin başkaydı, birdenbire yarım kaldı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Oysa düşlerim başkaydı, birdenbire yarım kaldı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? تعرف عمو مدحت؟ تعرف شو صار اليوم؟ أنستي ورفقاتي كلهم فرحوا فيني وقالوا اشتاقوا لي من كتر ما غبت عنهم، وسألوني ليش ما كنتي تيجي على المدرسة؟ قلتي لهم انتقلنا من بيتنا وكنت عم ساعد ماما؟ ما قلت لهم، مو انتو قلتوا لي انه المدرسة معطلة؟ امبلا بس المدرسة عطلت يوم واحد وبعدها انتقلتوا دغري. ما هيك ماما؟ ايه لأنه بنتي الحلوة ما بقى رح تغيب عن المدرسة أبداً. أصلاً هي شاطرة.
ليش زعلتي هلا؟ مو شايف الخالة خديجة واقفة على الشباك؟ هلأ بتنزل وبتسمعني حكي. كيف بدي أعيش بهالبيت بعد كل اللي صار معي هون؟ الله أعلم أهل هالحارة شو عم يحكوا عني. خالة خديجة بتحب تحشر أنفها بكل شي وكلامها دج، بس قلبها طيب كتير. بعدين لما تعرفك منيح أكيد رح تتغير معك. معقول ما إلها حدا وما عندها شغل تتسلى فيه غيري أنا؟ لا، عندها شغل المخلوقة وعندها بنتين، تنتين مسافرين وفي وحدة متزوجة. ليكي بس تفهمك وتعرف كل الموضوع، ما رح تخلي حدا يحكي عليك كلمة. أنت بتقول هيك، كل ما تجي عيني بعيني بحسها عم تقلعني. يلا رح تبردوا. طيب أنت لا تجي معنا، يعني مش أنا. طيب مساء الخير. مساء النور مدحت. ابني أنا مالي متعودة على هيك قصص، من سنين ما شفت الشرطة على بابي، يعني يا ريت تفضوا البيت لأنه مو ناقصني وجع راس ومشاكل. لا تاكلي هم خالتي خديجة، من هون ورايح ما عاد يصير شي، سكرنا هالقصة. بعدين نحن خطبنا، طمني بالك. عن جد؟ ايه. ولبستوا المحابس؟ ايه والله. طالما هيك ألف مبروك. تسلمي. أنا رايح، إذا لزمك شي فوراً اتصلي. هاتي بوسة. كأنه نعست بخاطرك. تصبحي على خير. وإنت من أهل الخير. فيكي شي؟ لا أنا منيحة، كنت حاسة بشوية تعب من المستشفى، بس المكان هون والطقس كتير ريحوني. هذا التعب من جرعة الكيماوي، بس كأنه كانت أخف من اللي قبله. أخف بكتير. إيه دفنا عم تتحسن نفسيتها، كأنه ارتاحت شوي على الموسيقى والأغاني. ايه ولادي انبسطوا كتير لما اجوا على المزرعة. بالنهاية لازم ننسى يلي صار بأي طريقة لنرتاح. كله كوم وقرار كرم انه يتخلى عن حلم حياته كوم تاني، والله خفت ما يقتنع معنا. الحمد لله انه وقع العقد. اجا الربيع، المرة الجاية منقعد بالجنينة، بس يدفع الطقس بصير المكان حلو. ماما؟ نعم. ابنك غفي. طيب يا عمري انت، يلا خلينا نمشي، تأخر الوقت، لكن حمل أخوك مشان نطلع. طيب لحظة خليني اطلع معكم. محمود شو حتضل سهران؟ خلينا ننام، انت تعبت اليوم ولازمك راحة. انت نامي قدرية، انا ماني نعسان، رح ضل قاعد شوي. قدرية قولي لريحان تيجي لهون وتضب هدول الغراض وتحطهم بشي مكان، وبعدين منعطيهم ياهن. هي اذا قدرنا نشوفهم قبل ما يسافروا على قضنا، بس ما بظن. يعني مثل كل مرة ما بتكمل فرحة أبي. قدرية بما أنهم ما قدروا يجوا اليوم، بكرة منعزمهم ومنقعد كلياتنا سوا. ليش لا؟ أكيد منعزمهم، بس هنن بيجوا؟ تعرف يعني مشغولين كتير. هلأ نحنا بدنا نعزمهم ونعمل يلي علينا،
وإذا بدهم يجوا أهلا وسهلا، وإذا ما بدهم بكيفهم. بكرة منشوف شو منساوي. لك وين أراضيك يا سيد ألباي؟ وهلأ طلع لي بهي كمان. رد، ليش عم تفصل؟ شي بجنن. خير؟ شو صاير معك؟ وين كنت؟ ألباي؟ لك عم بحكي شباك، عم بسألك جاوبني. شو هالوسخ والطيني اللي على ثيابك وصباطك؟ تقول كاين بالمعركة. ليش ما عم ترد على تليفونك؟ اتصلت فيك مليون مرة. آخر مرة فصلت لي الكنان ما بيرد علي قد ما بدق له. ألباي، الله يخليك، قلي شو صاير؟ شو يعني مو من حقي أعرف وين كنت؟ كنت قاعد مع كنان. إيه، وين قعدتوا؟ بالمقبرة. بالمقبرة قاعدين؟ وبهيك وقت؟ لا مو طبيعي، أكيد صاير لعلكم شي. شو كنتوا عم تعملوا هنيك؟ يعني متخانقين؟ أحكي. لا، واسينا بعض. واسيتوا بعض؟ لك كان قلي ليش تيابك وسخين وصباطك كلها ياتو طين؟ قلي شو صاير وخلصني اياه. قلت لك اللي صار. كنان مانو منيح، وبالزور حتى قدرت اقنعه يطلع من المقبره، بعدين اخذته على الاوتيل واجيت لهون. عم يحملك مسؤوليه موت ابنه مو هيك؟ شو رح يصير؟ بده يسكر المحل ويتركنا بدون اي شيء؟ هلا رح نصفي بالشارع. فكرت بهي القصة ولا لا؟ عم تفكري بحالك وبس ما هيك؟ لا. ليك ألباي بكفي هيك، على طول بتقلي نفس الحكي. ما بفكر بحالي بس، عم فكر فيك وفيني. نحن عنا محل واحد بس، ما عنا غير هالمحل. عم أقلك إنه رح يروح من إيدنا. لا ما بيصير شي، وريحي حالك. فهمتي؟ كنان ما بيترك هالمكان، ما بيقدر بلاي، لأنه أنا عيلته للزلمة. هلا ما حدا بيقدر يخرب بيناتنا، منك وجر. مني وجر؟ اي حتى انتي. ما في مخلوق رح يستوطي حيطنا، ومن اليوم كل واحد بيقرب منا راسه بيطير. سمعتي؟ ماشي، ما رح احكي شي. أهلين، شلونك يا روحي؟ منشكر الله. قلي أنت منيح؟ إيه منيح. تا يعني مانك موجوع؟ لا وضعي منيح، لا تشغلي بالك. دفنا صارت أحسن من قبل؟ أمورها منيحة وصارت أحسن، وجمعتنا مع بعض حسنت نفسيتها. لو تشوفي عمي رضا قديش اهتم فينا وحضر لنا أكلات. إيه مبسطي؟ الكل مبسط. ايه انبسطتوا بالمزرعة؟ وبنت لملك ان شاء الله تحسنت. ايه لك، وانا وجدك ننباع بالعزة، ما بقى نهمكم بنوب، ما هيك يا عمر؟ يسلم. ليك ستي، مشان الله لا تحكي هيك. بتعرفي اللي صار بالبنت؟ بيهون عليكي نتركهم؟ بدل ما تحن عليهم إلهم، تعوا وسأل عنا. بكوريدورات المشفى قديش تعذبنا، دقنا المر. انت بتعرف شو صار فينا وقتها؟ جدك وقع على الأرض وقلت مات، ما عرفت شو أعمل. ازعل على أبو خليل أو انقهر عليك، قديش صعبة.
بس كنت حاسة بالخوف يلي بقلب جدك. قلت لحالي عمر راح، راح حبيب قلبي وتركني لحالي، حفيدي راح. ما راح، ولكني قدامك يا ستي، حبيب قلبك ما راح، رجع لك. ليش أنا فيني أتركك وروح يا حنونة وتاج راسي أنتي؟ هلا وقت هالحكي؟ آه، ما أنك شايف قديش صار عمرنا؟ من حقنا أنه نرتاح بقى، والله قلبنا وقف من خوفنا عليك. جدك دبح خروف مشانك، لأنه رب العالمين حملنا إياك وعمل لنا سفرة بتتقدم لملوك، وإجا قعد هون وكان مبسوط كتير. جدك قاعد يستناك مثل الأولاد، ولما ما أجيت نهر كتير وطلع على غرفته ما حكى معنا ولا كلمة. زعلان مني؟ معناتها لروح راضي. كسرت له قلبه، ما رح يرجع مثل قبل لو شو ما عملت. لا تروح هلا، بيكون نام، بكرة الصبح بتشوفه. بس يكون بعلمك إنه قلوبنا مجروحة كتير، يعني ما بعرف إذا هالجروحة رح تشفى. يمكن بدنا معجزة لنقدر نداوي الجروح يلي بقلبي بقلبه. معك حق، سلامة قلبك. بعتذر منك ستي، خلص لا تزعلي. انتي بتعرفي انكم كل حياتي ومستحيل زعلكم. ما كان بدي زعلكم ولا بفكر بهذا الشيء. خلصنا، مش الحال طبت، لا بقى تضايقي حالي، والله بنقهر. اذا ما بدك يعني اتضايق، لا بقى تبعد عن عيوني يا عمر، وتذكر إنك النفس يلي مخلينا عايشين أنا وجدك بهاي الدنيا، وها تنسى هالشي. لا، ليش أنا فيني بعد عنك يا ستي؟ أو بقدر أعيش بلا هالحنان؟ يا روح ما رح روح لمكان، أنا رح راضي جده كمان، لا تشغلي بالك. ماشي؟ يا عمري أنت. Şimdi